ايوا دابا حصلتيني، كنمشي للسينما يمكن شي 3 شهور هكذا ولا شي حاجه. شنو هو اخر فيلم تفرجتي؟ سينماتيك عرفتي دابا ترو دو ميموار. واش كتمشي دائما للسينما ولا مره موسميا؟ لا كنمشي ريغولييرمون، كنمشي على الاقل مره في الشهر. شحال هادي مشيتي للسينما؟ السينما ديما مشيت لها هذه واحد المده اللي كتجاوز واحد 30 يوم، واحد 30 يوم ما مشيت السينما صراحه، حيت كنشوفوا السينما هنايا ما بقاتش، ما كاينش، ما بقاتش في واحد المستوى اللي هو كيخليك تدخل السينما مع العائله ديالك ولا شي حاجه. كتدخل السينما اصلا كتشوف افلام اللي هي ما كتشرفش تدخل بها مع العائله ديالك، افلام دوليه ما كتشوفش اصلا شي فيلم مغربي. كنتمنى كانوا شي افلام مغربيه اللي هما نقدروا ندخلوا نتفرجوا فيهم انا والعائله ديالي، انا الوالده ديالي واخت الاب. تقريبا شي 3 سنين 4 سنين ماشي السينما. اول حاجه المونك دو طون مع الخدمه وداك الشيء، ما كان عنديش الوقت. وثانيا ما كاينش بزاف لو شوا في الافلام. دابا شويه بداو كي السينما المغربيه بدات كتحسن، بدات كتزيد شويه في القدام. انا سولتك شنو اخر فيلم مغربي تفرجتي فيه؟ فيلم مغربي صافي 3 زون ما مشيت للسينما، ما عنديش الوقت. ما وتا دابا مع هادشي دابا الجديد دابا كلشي رجع كيتفرج في يوتيوب، ومع الافلام المغربيه ما كيديروش افلام جدادين دابا ساعه، كيديروا غير ديك افلام كيبقى يعاودوهم كيبقاو يعاودوهم الوغ. داكشي علاش ما كنمشيوش للسينما. شحال ما مشينا لا شحال هذا صافي لونطون كنمشيولاش، ما عندناش الوقت. لا بالنسبه للسينما شحال ما مشيت لا على حسب كاينه التلفازه كاينه الانترنت التليفون يعني اشغال. وشنو كتحبي السينما؟ واش السينما المغربيه الافلام المغربيه ولا الافلام الدوليه؟ اكيد السينما المغربيه، عندنا ما شاء الله ممثلين واعرين. شحال ما مشيت للسينما دابا، يعني من الصغار ديالي ما مشيت للسينما فهمتي، يعني دابا كسرات وسائل فهمتي، يعني وسائل التواصل يعني بحال الانترنت بحال يعني دابا كاين قنوات فضائيه فهمتي كيفاش، يعني دي في دي نيميري كدا، يعني كاين بزاف ديال الحوايج يعني اللي خلاو يعني ان الانسان يعني ما فهمتي، يعني عادي يمشي، يعني الانسان يعني عادي غادي يمشي للسينما وغادي يستغرق واحد الوقت انه غادي يمشي وغادي يعني ترونسبور ويتعذب وهادي وغادي يدوز يعني ما عرف شحال ديال الوقت باش انه يمشي يتفرج في واحد الفيلم فهمتي كيفاش، يعني كيكون جالس في الدار. ما كنمشيش للسينما حيت الافلام نوعيه الافلام اللي كيتعملوا افلام مغربيه، وافلام مغربيه كنعرف واحد عندهم واحد سميتو قليل في بالنسبه للمشاهده ديالهم، لان ما عندهمش واحد الدراما ولا واحد الحبكه، يعني مواضيع مستهلكه ولا كتجبر بحال اللي ولاو دابا كيرجعوا يعملوا لي كوبي كولي افكار نفس الافكار. هذا اللي ما خلاناش نمشيو للسينما. في اخر فيلم تفرجت له هو الطريق الى كابول. ما كاينش الوقت السعر. اخر مره مشيت للسينما شي 6 سنين ولا 7 سنين مشيت للسينما، حيت ما كاينش شي افلام اللي كتليق بالجيل ديالنا، اللي كان ما كاينش شي افلام زعما مستوى بهذا المنطق في العربي. شنو هو اخر مغربي، اخر فيلم واش مغربي اللي تفرجتي فيه ولا دولي؟ اخر فيلم ما عرفتش عليك ما عرفتش. شنو اخر مره مشيتي للسينما؟ غادي شي 5 سنين دابا، بس ما مشيت ما كنجبروش شي افلام اللي كتلائم المشاهدين ديالنا. كيعجبك فيلم دولي ولا وطني مغربي؟ دولي، نكونوا دوليين ولا حتى مغربيين كيعجبونا شي افلام مغربيين قدامين. تقريبا ما يفوق 5 سنوات ما دخلت القاعه السينمائيه ديال مدينه طنجه، ربما لاسباب عادي تكون نظرا ما كاينش المنتوج السينمائي المغربي اللي نقدروا ندخلوا اننا نتفرجوا فيه داخل السينما، وحتى القاعات السينمائيه ديال مدينه طنجه ربما غير مؤهله انها تحتضن الجمهور المغربي او الشاب المغربي بصفه عامه. هما هذه مده كبيره مشيت للسينما، يعني مده ديال سنتين. شحال هذه ما مشيت للسينما؟ نقول لك دابا شي عام. علاش؟ اخر فيلم اخر سينما كنت دخلت لها هي ديال روكسي ديال طنجه. وتفرجت في الطريق الى كابول، الروت الى كابول ديال داداس. 6 سنين تقريبا ما مشيت للسينما. علاش؟ علاش ما كاين ما يتعجب. لا تشوف